حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان ام الفضل سمعته وهو يقرا والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصوره انها لاخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها في المغرب